سو الفيديو ده هوريكوا ازاي نغسل سنانا، هوريكوا ازاي نغسل سنانا بالفرشة العادية وبالفرشة بالكهرباء، تمام؟ سو أول حاجة هنعملها هنجيب سنانا فوق بعض كده، تمام؟ لو احنا هنغسل سنانا بالفرشة العادية، تمام؟ هنجيب سنانا فوق بعض كده، وبعد كده هنجيب من فوق لتحت من اللثة للسنان 10 مرات، وبعد كده 10 مرات، تاني الناحية التانية 10 مرات، 10 مرات، الناحية دي 10 مرات، 10 مرات. أدي أول طريقة. أو الطريقة التانية برضو سنانا فوق بعض كده، هنمسك الفرشة بزاوية 10 مرات دايرة، 10 مرات العكس، 10 مرات دايرة، 10 مرات العكس، 10 مرات دايرة، 10 مرات العكس، تمام؟ دي لو احنا هنستعمل الفرشة العادية. الفرشة بالكهرباء كل اللي هتعمله بس ان انت توجه الفرشة بتاعتك، والفرشة تقريبا هتعمل لك كل الشغل. هنشغل الفرشة كده، وكل اللي هتعمله بس هتمسكها لي نص زاوية، ان نص زاوية هي بس عشان السنة هنا كبيرة. نص الزاوية دي هتلاقي انه نصها مغطية السنة من فوق ونص مغطي من قدام. فكل حضرتك هتعمله هتروح وتيجي، تروح وتيجي لغايه لما الفرشه تقف ثانيه واحده. اول لما الفرشه تقف ثانيه واحده معناها ان انت تغير الناحيه بتاعت السنان. بص انا مستنيها، بس تقف. بس كل اللي انا بعمله انا رايح جاي، انا رايح جاي، انا رايح جاي. شفت وقفت؟ بروح الناحيه الثانيه. هتسمعوا انا هوريكم كمان مره عشان اوريكم ازاي الفرشه بتقف اوتوماتيك. رايح جاي، رايح جاي، رايح جاي من النص، ورايح جاي من هنا الناحية التانية. بصوا من ورا دي كمان، انا كده بوريها لكم من ورا، من ورا. مستني الفرشة تقع. شفت الوقفة دي مع ناس يعني اغير المكان. فهنعمل 1 2 3 4، تمام؟ بعد كده الخيط. الخيط عندكم كذا حاجة. أول حاجة أنا بحبها بصراحة، بحب ده عشان سهل لي، أو بالذات لو هعمله للأطفال. تخيلوا إن دي منشار، بنزل زي المنشار يمين وتروح طالع، نفس الضرس منشار شمال وتروح طالع، فمرة يمين ومرة شمال، تمام؟ أو النوع ده بنسميه انتر دنتال برش، الفرشة اللي بين بتاعت بين السنان. بننزل زي، بنخش كده ونروح طالعين، بننزل كده ونروح طالعين. أو هنجيب الخيط العادي ده، نجيب الخيط العادي ده، وبعد كده هنقطع حتة صغيرة، تمام؟ وبعدين هنعمل عقدة. العقدة دي عاملة زي سنارة، لو في حاجة هتصطاد وهي طالعة. عقدة، واعمل عقدة كمان مرة، تمام؟ وبعد كده بروح بخش بين السنين هنا، تمام؟ بس طبعا عشان مش عارف امسكها، امشي كده واروح طالع اهي يمين وتروح طالع، ومرة شمال، ومرة يمين، ومرة شمال. الخيط هنعمله قبل الليل، قبل ما نغسل سنان. تاني الخيط هنعمله قبل ما نغسل سنان بالليل، تمام؟ تاني حاجة، بليز لما نيجي نغسل سنانا او نمضمض بعد المعجون، انه ما نغسلش اكتر من مرة. هي مرة سامحوني هنمضمض وهنتف مرة واحدة اصلا. ونقدر لو مش عايزين تمضمضوا يا ريت، بس لو عايزين تمضمضوا هيبقى مرة واحدة، ونفس الكلام ده هنعمله الصبح، تمام؟